السلام عليكم. بريطانيا أقحمت مدمرة جديدة في حلف حارس الازدهار، وهذه المدمرة انطلقت في الأيام القليلة الماضية تجاه جماعة الحوثي في اليمن. الأوساط البريطانية هي التي أكدت هذه التفاصيل، على سبيل المثال The Sun و The Mirror البريطانيتين هي التي نقلت جميع تفاصيل ما جرى. والمدمرة التي نتحدث عنها هي HMS ريتشموند التي انطلقت الجمعة الماضية متجهة إلى اليمن وباتجاه البحر الأحمر، وهي انطلقت من بريطانيا طبعا من بليمث تحديدا بهذا الاتجاه. هذه هي بليمث تقريبا، هذا هو موقعها، وهذا يعني بأن هذه المدمرة ستتجه باتجاه مضيق جبل طارق لتدخل البحر المتوسط وتعبر قناة السويس بطبيعة الحال ولتصل إلى البحر الأحمر باتجاه اليمن مباشرة. وكانت هنالك تحركات من وزير الدفاع البريطاني باتجاه البرلمان البريطاني، هو أبلغ البرلمان البريطاني بأن هذه المدمرة تحركت لأن الوضع حرج وخطر للغاية فيما يجري في البحر الأحمر وفي كل الهجمات التي تقوم بها جماعة الحوثي تجاه خطوط الشحن في البحر الأحمر. وأرسل رسالة لجماعة الحوثي أيضا جديدة هذا الرجل وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس، الذي قال الآتي: سيتحمل الحوثيون مسؤولية العواقب إذا استمروا في تهديد الأرواح والشحن التجاري في هذه الممرات المائية الحيوية. و HMS ريتشموند قادرة على تنفيذ مهام هجومية فعالة للغاية، مهام دفاعية، وهي أيضا قادرة على مرافقة سفن الشحن من أجل حمايتها من الهجمات التي تتعرض لها، بالإضافة إلى ذلك إلى أنها ستنضم إلى مدمرتين بريطانيتين منتشرة في نفس المنطقة مثل HMS دايموند و HMS لانكستر التي بحسب شيزو انتل منتشرة هنا في هذه المنطقة تحديدا في البحر الأحمر. تلاحظ هنا من التسجيلات بأن HMS لانكستر و HMS دايموند متواجدة في البحر الأحمر هنا وهنا تقريبا، وهي تأتي بالقرب ومجاورة طبعا كتفا لكتف كما هو واضح من هذا الرسم مع USS دوايت آيزنهاور حاملة الطائرات الأمريكية والمدمرات الأمريكية المنتشرة في هذه المنطقة، بالإضافة إلى ذلك إلى أن الحكومة اليونانية دخلت على الخط هي الأخرى قامت بإرسال فرقاطة عسكرية وهي HS هايدرا، وستصل HS هايدرا خلال الأسبوعين وثلاثة أسابيع القادمة إلى البحر الأحمر أيضا، وبالتالي نحن أمام تحشيد كبير من المدمرات والفرقاطات العسكرية باتجاه جماعة الحوثي في مؤشر خطير بأن هنالك تحضير لتوجيه ضربات على جماعة الحوثي بشكل مباشر. وهذه التحركات العسكرية هي تأتي بعد تقرير صدر من بوليتيكو الأمريكية تحدث بشكل واضح بأن المسؤولين الأمريكيين دخلوا في اجتماعات كبيرة داخل البيت الأبيض وداخل البنتاغون في مسألة بأنهم وصلوا إلى مرحلة بأنهم مضطرين لضرب جماعة الحوثي، بل أنهم بدأوا بوضع خطط للقيام بهذه الضربات في المستقبل وفي الأيام القليلة القادمة، وهذا ما ذكرته البوليتيكو بهذا الصدد مؤخرا. يقوم الجيش بصياغة خطة للرد على المسلحين الحوثيين المدعومين من إيران الذين يهاجمون السفن التجارية في البحر الأحمر، وأضافت: ويشمل ذلك ضرب أهداف الحوثيين في اليمن وفقا لأحد المسؤولين، وهو خيار سبق وأن قدمه الجيش. ليس هذا فحسب، بل إنهم بدأوا بعملية تحديد المواقع التي تستخدمها جماعة الحوثي بالقيام بهجماتها على خطوط الشحن الموجودة في البحر الأحمر، وذلك لتتمكن المخابرات الأمريكية CIA من توقع وحتى الاستخبارات العسكرية من توقع طبيعة الهجمات وأين ومتى من الممكن أن تنفذها جماعة الحوثي، ليكون الخطط وتكون طبيعة الرد الدفاعية فعالة بشكل أكبر، وأيضا لتفتح الباب لشل قدرات جماعة الحوثي لكي يمنعوها من الاستمرار باستهداف سفن الشحن في البحر الأحمر. بشكل مثير موقع ساوث 24 كما تلاحظون هنا تحدث في 48 ساعة الماضية بأن جماعة الحوثي تستخدم الآن قنوات مائية تدخل إلى عمق اليمن في إطلاق الزوارق المفخخة لاستهداف سفن الشحن تحديدا، وقالوا بأن هذه القنوات قامت جماعة الحوثي بترتيبها وطبعا بخلقها في هذه المنطقة في داخل اليمن وهي مطلة على البحر الأحمر، وهم أشاروا إلى منطقة تتواجد إلى جنوب الحديدة الاستراتيجية للغاية، والحديث هنا عن بلدة التحيتة، وهذه البلدة تتواجد هنا التي نتحدث عنها، والقنوات المائية التي ذكرها ساوث 24 هي هذه القنوات كما تلاحظون. إذا ما وضعنا بعض الخطوط، هذه هي القناة الأولى
المتصلة مباشرة بالبحر الأحمر، وهذه هي القناة الثانية أيضا. وبالتالي ما يقولون بأن جماعة الحوثي تستخدمها في إطلاق الطائرات أو الزوارق المفخخة لمهاجمة سفن الشحن، ولكن في حقيقة الأمر إذا ما عدنا إلى صور القمر الصناعي فإن هذه القنوات هي ليست بجديدة. جماعة الحوثي بدأت بالعمل عليها منذ نوفمبر عام 2021. هذه صورة تعود إلى نوفمبر عام 2021، لا نلاحظ شيئا، هي من نفس المنطقة طبعا، لا تلاحظ أي قنوات موجودة، ولكن فجأة في فبراير من عام 2022 ستجد بأن هنالك نوع من القناة بدأت تتشكل هنا من قبل جماعة الحوثي، واضحة جدا أمامكم، واضح أن هنالك شيء من التغير، وتغيرت طبعا بشكل أكبر في يونيو من عام 2022، وأيضا في سبتمبر عام 2022 اكتملت هذه القناة بالكامل، وبعدها أكملوا كل شيء في نوفمبر من عام 2022 وقاموا بتشكيل هذه القناة أيضا. وهذه القنوات ممتدة إلى العمق في بلدة التحيتة اليمنية، وإذا ما عدنا إلى القمر الصناعي سنلاحظ من صورة إلى العمق اليمني قليلا بهذا الشكل، ستلاحظ بأنها منقسمة فعلا إلى قناتين. لاحظ هنا كيف هي منقسمة هذه القناة بهذا الاتجاه وبهذا الاتجاه الآخر أيضا كما تلاحظون. وبالتالي دعونا نأخذ صورة أوضح إلى طبيعة وجود هذه النقطة وهذه القنوات المائية المهمة بالنسبة لجماعة الحوثي. القناة الأولى ممتدة تقريبا إلى منطقة صحراوية مفتوحة، والقناة الثانية هي ممتدة إلى بلدة يمنية صغيرة واضحة أمامكم هنا. وهذا وبهذا الشكل جماعة الحوثي هنا تنفذ هجمات تكتيكية عالية للغاية، تحقق نتيجة كبيرة، وكذلك تقلل من طبيعة الاستهدافات التي ممكن أن تتعرض لها. وبالتالي هذه الزوارق المفخخة من الممكن أن تأتي بهذا الاتجاه بهذا الشكل ولتدخل إلى البحر الأحمر دون ملاحظة أحد يقوم بإطلاق هذه الزوارق المفخخة. وهذا يعني بأن حلف حارس الازدهار الولايات المتحدة الأمريكية أو بريطانيا من الممكن جدا أن تستهدف هذه القنوات لتعطلها تماما، وهذه ستجعل جماعة الحوثي بدلا من أن كانوا يطلقون الزوارق المفخخة من العمق اليمني هم سيكونوا مضطرين طبعا للتواجد في المستقبل على السواحل هنا لتحضير قواربهم طبعا على المياه من أجل إطلاقها بهذا الشكل. وبالتالي سيكون هنالك وسيكون من السهل للغاية عملية استهداف جماعة الحوثي ورصدها بالطائرات بالمدمرات الأمريكية المدمرات البريطانية وغيرها. سيجدون جماعة الحوثي موجودين يتهيئون لإطلاق هذه الزوارق المفخخة، وهنا ستتعرض الزوارق وجماعة الحوثي إلى ضربات مباشرة بدلا من الاضطرار لتنفيذ عمليات على العمق من الممكن أن تؤدي إلى خسائر بين المدنيين اليمنيين، وهذا هدف واضح ومن الممكن جدا أن يستهدف بسبب الفاعلية الكبيرة لهذه النقطة تحديدا. وهذه فيها تطورات خطيرة للغاية طبعا على المنطقة بأكملها، وهنا يأتي الخوف بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا إدارة بايدن. فبوليتيكو كانت قد تحدثت بشكل واضح أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد الدخول في حرب مفتوحة وحرب إقليمية، وهي تحاول تفادي هذه المسألة، حتى أنها تحدثت عبر قنواتها الخاصة مع إيران وأبلغت إيران بأنه يجب أن يكون هنالك توقف لهذه الهجمات، وأن تطلب من فصائلها الموجودة وأذرعها في المنطقة بأن تتوقف عن هذه الهجمات. ولكن بوليتيكو أكدت بأن لا طريق لهذه المسألة، وبأنهم وصلوا إلى نقطة بأنهم يجب أن يقوموا بالضربات بأنفسهم على هذه الفصائل الموجودة في المنطقة، وهذا أمر قد يكون صعب وخطير للغاية على الرئيس الأمريكي جو بايدن تحديدا في الانتخابات القادمة في نوفمبر من عام 2024. لأن هذا الرجل بمجرد ما وصل إلى البيت الأبيض بدأ يتخذ قرارات وبدأ يبدو وكأنه الرئيس الأمريكي الذي ينهي الحروب في العالم. على سبيل المثال سحب القوات الأمريكية من أفغانستان بعد 20 عاما من الحرب في أفغانستان، وبالتالي ظهر وكأنه يريد سحب القوات الأمريكية من المنطقة. كانت هنالك كثير من الأنباء عن تغيير وضع القوات الأمريكية في العراق وفي سوريا ورغبة في سحبهم، تقليل التواجد في الشرق الأوسط وغيرها. وبالتالي بدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن وكأنه يريد إنهاء الحروب، وفجأة وجد نفسه بأنه منخرطا في حروب وفي حرب في أوكرانيا، في حرب في قطاع غزة، وأصبحت الاحتماليات عالية بأن ينخرط أيضا في حرب على جماعة الحوثي في اليمن وحتى في دعم إسرائيل
في حرب محتملة للغاية ضد حزب الله اللبناني، وكذلك أن الجنود الأمريكيين أصبحوا تحت الخطر الآن، يوميا يتعرضون للهجمات في العراق وفي سوريا. البنتاغون يوم أمس أكد بأن تعرضت القوات الأمريكية إلى 127 هجوما من قبل الفصائل المسلحة المقربة من إيران، إن كانت في العراق وإن كانت في سوريا. وبالتالي في حالة مقتل أي جندي أمريكي بأي شكل من الأشكال مع اندلاع حروب في اليمن وكذلك مع حزب الله اللبناني، فهذا سيعني ببساطة كارثة كبيرة بالنسبة للرئيس الأمريكي جو بايدن على المستوى الداخلي، وستوضع العديد من الأسئلة حوله وحول طبيعة سياسته الخارجية وكم من الحروب يجب أن ننخرط بها. وهذا قد يختم بشكل كبير دونالد جي ترامب الرئيس الأمريكي السابق المرشح والذي يمتلك حظوظ كبيرة في مواجهة بايدن في جولة أخرى، وتبدو انتقامية بالنسبة لدونالد ترامب، لأن دونالد ترامب يحشد لحقيقة بأنه يريد إنهاء الحروب، وهذا ما قد يريده الداخل الأمريكي في حالة اندلاع الحروب في كل مكان في كل المناطق التي ذكرناها، وبدأت حياة الجنود الأمريكيين تتعرض للخطر. سيستفيد من هذه المسألة، وكذلك يجب أن ننتبه بأن أعداء الولايات المتحدة الأمريكية كروسيا كإيران كالفصائل المقربة من إيران منتبهة لهذه المسألة. مجيء دونالد ترامب يعني انتهاء الحروب لصالحهم في نهاية المطاف، ولا يكون تحت الضغط الذي يقوده جو بايدن. وبشكل مثير للغاية هنالك تصعيد مستمر على مستوى الجنوب اللبناني والشمال الإسرائيلي. فجأة جاءت الأوساط الإسرائيلية لتتحدث بأن هنالك تقارير أكدت أن حزب الله حاول استهداف منصة الغاز البحرية الإسرائيلية كريش بطائرات بدون طيار، وحتى أن مصادر أخرى مثل إسرائيل ناشونال نيوز تحدثت عن نفس هذه المسألة، وهذا يعتبر بابا جديدا من الاستهدافات، رغم أن حزب الله اللبناني سبق وأن قام بمثل هذه الاستهدافات في السابق في عام 2022 بالطائرات المسيرة على نفس منصة الغاز المذكورة، لكن هذا التوقيت يعتبر خطيرا للغاية، لأن حزب الله اللبناني هنا قد دخل بالاستهدافات على البحر المتوسط. وسبق وأن رأينا تصريحات إيرانية واضحة في مسألة محاصرة البحر المتوسط وكذلك إغلاق مضيق جبل طارق، والجميع بدأ ينظر إلى الجزائر وقوات حزب الله وقاعدة حزب الله الموجودة هناك وجبهة البوليساريو التي ممكن أن تستخدم في عملية الهجمات طبعا مباشرة على السفن القادمة من رأس الرجاء الصالح باتجاه مضيق جبل طارق، بعد أن غيرت وجهتها من المضيق باب المندب باتجاه البحر الأحمر، وهذا يفتح باب من لبنان من الجزائر، ضغط كبير جدا على هذه المياه، بالإضافة إلى أن الوضع المائي في البحر الأحمر لا زال صعبا للغاية على شركات الشحن، ولم يتبقى إلا مضيق هرمز الذي ممكن لو صعدت إيران بأي شكل من الأشكال مع تصاعد الأمور في البحر المتوسط والبحر الأحمر ممكن أن توتر الأمور بشكل خطير، خاصة على مستوى الخسائر المادية العالمية وعلى مستوى رفع أسعار النفط المرشحة جدا بالارتفاع في الفترة القادمة في حالة لم تحل الأمور مع جماعة الحوثي، إن كانت بالدبلوماسية وإن كانت بالقوة، ولا يبدو للدبلوماسية ولا تبدو الدبلوماسية وكأنها وجدت أي طريق للنجاح لكي تكون البديل المطلوب بدلا من القوة العسكرية.